الذي يسمى سحر الحجر والتراب. ترون الآن هذا السحر يعني مصنوع، هذا السحر صنعوه يعني بآثار الحجر، صنعوه من حجر ومن تراب. لاحظوا أتوا بمجموعة من الحجر من أنواع مختلفة، ترون هذا في بقايا يعني تراب أحمر، قد يكون من أراضي بعيدة أو من قبور، هذا من البحار كذلك من البحار، يعني يأتون بأنواع مختلفة من أنواع الحجر. وجدنا مع هذا السحر كذلك مجموعة من أنواع التراب. لاحظوا معي هذا التراب، لاحظوا حتى تميزوا الفرق، هذا تراب أسود، لاحظوا جيدا هذا تراب أسود، ويكون كذلك في بعض الأحيان بقايا عن خطى وآثار، يعني آثار التي سار عليها المسحور، يأخذونها ليسحروا بها، عليهم لعنة الله ولا يفلح الساحر حيث أتى. لاحظوا معي جيدا، هذه كذلك هذا نوع من التراب لكن آخر أبيض مقارنة على اللون الأول، هذا أبيض لكن مزجوا معه بعض البخورات حتى يتقرب من الجان ليلبي لهم رغبتهم. وكما تعلمون العهد والميثاق بين الساحر وبين الشياطين هو الكفر بالله، كما قال الله تعالى ما يعلمني أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا كفر بالله جل وعلا لبوا له رغبته. انظروا معي هذا تراب آخر من نوع آخر، هذا أحمر، لاحظنا تراب أبيض تراب أسود تراب أحمر ومعه بعض آثار مسحور. لاحظوا معي هذا تكون من آثار المسحور من ملابسه من ثيابه من حليه من زينته أو ما شبه ذلك، هذا كذلك هذا تراب. ها انظروا معي، يعني هذا يسمى سحر الحجر والتراب أو الخطى والأثر، يسمى سحر الحجر والتراب أو سحر الخطى والأثر. لاحظوا معي هذا يسمى سحر الحجر والتراب أو سحر الخطى والأثر، يعني الله المستعان يفعلون بالمؤمنين والمؤمنات أشياء عظيمة. نسأل الله تعالى أن يبطل هذا السحر، قد وضعناه الآن فيما لخاص بإبطال السحر، وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى صفة العلى أن يوفقنا لكل خير وأن يصرف عنا وعنكم السوء والفحشاء إنه ولي ذلك القادر عليه. والسلام عليكم.